الآن الحقيقة نحن كنا نتوقع أن كما يتوقع هم طوبير على المصارف للحصول على العملة الصعبة وبطاقات الفيزا والوستر يونيون والميجرام، ولكن للأسف الشديد اليوم لا نرى إلا المواطنين الكادحين أمام المساجد وعلى الطرقات للتسول. فهذا معقول؟ هل يجوز هذا في مواطن كريم على أرضي دولة غنية بالبترول، على بحيرة من البترول والغاز، مواطن ليبي والمواطنة يتسولون على المطرقات في هذا البرد وأمام المساجد؟ الآن السلع الأساسية الغذائية بالذات كل السلع في ازدياد بسبب هذا القرار الجائر. كالرسوم الجمركية، كان آخر قرار جمركي في عام 20 كان مصلحة الجمارك تعامل القرار الجمركي المستورد بسعر الدولار فاصل 30 وتأخذ منه الرسوم 5% جمارك. الآن الجمارك بعد هذا القرار سيضطر أخذ الرسوم 5% كما هي، ولكن بماذا؟ ب4.55 دينار، لأن ليس نقول 48، ولكن هناك ضرائب ورسوم وخصومات وتأمين يصل الدولار إلى 4.55، خلاص مقارب للسوق الموازية.